الكل على 31 380 ألف. انتم تكلمونا تعطيونا رايكم في الأكتواليتي. فرحانة برشا اللي رجعت نتحدث معاكم جمعتين مازالوا هما قداش مازالوا لنا باشبوش جمعة بيه جمعة نحكيوها وعدنا كل يوم. يلا مدام دليلة شنو حوالك؟ الو عسلامة يا مدام خلود. يا مدام خلود كرفانا نحكي يا للا مرحبا مش فرحانة هنا حرمتونا زعما علاش صحافي ما نفهم حتى شيء. مرحبا عنا مع الناس وزينب المالكي وتنجموا توصلوا اللي تراوه الكل عايزكم ربي يفضلكم ان شاء الله فعلا والله اغنيتونا على كل شيء اللي يصير عايشكم مدام دليل نعوذ في زينب راني دونك فوالا نسالك انت زينوبة والكلكم ربي يفضلك. اي مدام دليل قلنا شنو رايك في الدنيا الكل الراديو وانا هاي نعرف مدام دليلة انت تعرف الامور كيفاش تصير القانون الكل نعرف تعرف القواعد. انا تكلمت اليوم باش نقول لك حاجه هي. يا زينوبة احنا توا نطالبوا به ونتشكاو به ويا سي سعيد ويا ندرى شنو اي احنا شنو عملنا مو حتى احنا عندنا دفوار نعملوه هي صراحة باقي الشباب نلحلحوا بهم كانوا يتشكاو من القهاوي ما من سكرة كانوا يتشكاو كانت كي ولا التلقيح ولينا نلحلحوا بهم باش يمشيو يلقحوا مكشف بالتلحيح كانوا يقولوا ناس سايبونا التلقيح في اللي فرماسي باش يولي بالفلوس يمشيو يشريوه كي بلاش مكري توا اليوم قايد سعيد يخدم على روحه وربي يعينه لا انا لا انت لا غير احنا ما نجموش مع الناس المخ المدبر اللي عنده هو باهي هو يعرف وأدرى عنده مستشارين وعنده فاحنا راهو شنو نقول لك انا عندي برانسيب نمشي به في حياتي وفي عائلتي في كل راهو الشعوب تصنع الدول ليست الدول تصنع الشعوب باهي اليوم الشعوب احنا كشعب على الاقل ما نحبوا نحيوا الديكتاتوريه ونحبوا نحيوا النهضه نخرجوا نخدموا عاديين فينا ها عاملين واحنا ولا 10 سنين واحنا قاعدين ونتفرجوا نخرجوا نخدموا نرضوا بالخدمه الصغيره والخدمه الكبيره ونخد حتى لين نرجع بشوية بشوية للعجلة وندورها أنا قاعدين كان ننبروا 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 نهار كامل وينك شبك ما عملت شي تعاي تلهن بالطماطم تلهن بالطماطم يا أخي هو شمس مش هو عنده مستشارين دونك الحاج تحمل جزء من المسؤولية واضح فما أمور يا زينوبة ما أصعب من هكا باش تلاقي بها الرئاسة تلاقي بها المستشارين وتول كلهم اللي يخرجوا في التلفزة ولا خبراء وين كنتوا؟ شكون تو اللي تعرفوا تتكلموا وين كنتوا؟ شكون منكم تشجع نهار وخرج وقضى راهو اقتصادنا راهو بينا راهو علينا راهو ما يجيش الكل تو ولت الكل ولا تنجم تعطي آرائها تتعايد وكلها ولا تندرسني يعني مش يجيك انا مش قابلته واضح انا نحب نتفاعل نكون انسان فاعل ايجابي تتفاعل ايجابيا وكل حد يعمل ما عنده. شكرا لك مدام دليله يعطيك صحه اللي كلمتنا على 31 380 الف. مرحبا بكم الناس الكل. سي عبد اللطيف اهلا وسهلا. انا مرحبا بك خلود عسلامه. شنو احوالك؟ انا فرحان اللي نحكي معك على المباشر. مرحبا بك يا سيدي عايش بيك. اسمعني يا خلود قولي انا نخاف عليك يمكن في شيء تخطفك منا تلفزه اخرى قناه اخرى. لا لا تهنى هاني هوني اقعد معنا معاكم يا سيدي معنا اي خايف لا نمشيو شي تلفزيون راديو اخرى تخطفك منا. لا راديو اخرى لا هاني هنا موجوده. اي مرحبا تراضي موجوده يا غالي عايشك خلود بربي حبيت نقول لك حاجه. اسمعني موتي عندك 30 في البرنامج هذا الساعه الاولى على تجيب البيتي امان انت الكرونيكول اللي معاك التريو هذاك التريو دونفير هذاك مش اسمه هذاك خليل رقيق وهكا سفيان بن حميد اسمه محمدين هذا دي جورناليست بيان شيفروني فهمني وش اسمه طارق عفاوي طارق الكحلاوي ثلاثه تبارك عليك اي معناها هما في الساعه هذيك ينجموا فريمون الامور يحموها اليمين على اليسار معناها سي تو اون سي كونسيرن لا بريمير اور اون با بيزوان دانفيتي في الدوزيام اور داكور بون في الدوزيام اور فهمني بربي كي تجيب معناها دي كرو كاليبر امان مسافة جامعية في الاختصاص الاختصاص الموضوع اللي تتناولوا تجيب مسافة جامعية فما فوق فهمت عملي كيفاش وانت تبارك الله عليك عندنا دوبل كاسكات مونتي جوريست
اي وهاك عام زيتي جديد. اي زيتي تبارك الله عليك ما عندوش فكره عليك وانا عام زيتي جديد. يقول لي يا جورنالست ما انا نحفر ديك الكاسكيت اما ما صلي على النبي عليك. هاشك سامحني ما نضرك هشمتني ربي يخليك المفيد. لا 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 احنا والله احنا احنا سينوتي الملاحظات نتاعكم جوست البيريود هذيا تعرف انه فما برشا اكتواليتي وحاولنا انه تكون فما ديفيرسيفيكاسيون تاع اصوات واراء ونقاش وتحليلات دونك سينو لو بلاتو كيما العاده هذاك النسق نتاعنا متواصل. عايشك يا سي عبد اللطيف ميرسي بوكو شكرا لك على اتصالك. سي عادل اهلا وسهلا اختي خلود مرحبا شنحوالي. والله فرحان فرحان كبير برشا خاطر انت وائل التكابري نحبكم برشا من زمان وانا نتبع فيكم. يعيشك يعيشك يفضلك. تحيه اللي كنتي خصيصا وتحيه لكل الفريق الاذاعي كل فريق الاذاعي التقني بيافان وبصراحه راني مصباح للليل نتبع فيكم. ربي يخليك سي عادل شكرا لك. والبلاتو سبيسيال راهو ناجح 1000% هنا في القصرين عندكم صدى كبير برشا وما تعرفش علينا ونحبك ديما هنا في القصرين. سلام لي عليهم برشا 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 في القصرين بربي. خلود بالله بكري في البلاتو نتاعك حبيت نحيي سي طارق المكي كل الضيوف بصراحه سي سفيان ويعطيكم الصحه. حبيت نقطه هامه وهامه جدا القانون 38 نحكي عليها يا خلود. اي قل القانون هذايا تو نحن نقولوا نرجع للوراء. علاش نرجع للوراء؟ ثوري انت باش نعطيك نقطه ابسط الامور يعني. انا نحكي لك استاذ ما تحصل على الاستاذيه في اللغه والاداب الانجليزيه وقريت 5 سنين في الخواص والمهم نعمل اشويعات منه منا واستاذي في الانجليزيه والخبره بما شاء الله والطبليه هاني نطيشه والكارطابله هاني نطيشه فهمتينا. علاش؟ خاطر يخدمك عام عامين ويقول لك بعد ما عنديش باش خمس هو الموضوع صحيح. ايوه احنا عندنا قانون عندنا قانون يا خلود 38 هو لاصحاب الشهاده العليا لمن طالت بطالتهم اكثر من 10 سنين اكثر من 10 سنين ده. القانون هذايا تسع عملوه 13 اوت 2020 ونحن تو في قديش في الشهر؟ في اوت 2021 تقريبا عام كامل وانا نسمع في كل الاذاعات لو تقريبا من بدال عام عام كامل واحنا مرضنا بالشيء هذايا او غدوه او بعد غدوه او غدوه. ابسط حاجه الحكومه اللي فاتت حق فينا نحن العيش الكريم نحن رانا اساتذه ودكاتره مطيشين يا خلود. انت كمان عندك شغورات عندك قانون 38 ثم ناس كفاءات وقرة وعملت خبره علاش ما تدخلش من هذا؟ سعاد قلة نظام وقلة تنظيم وترجع باش تلقى اني الامور مترابطه عندها مده. خلود انتدابات جمدت عندها 6 سنين راه كيفاش الانتدابات تقع صراحه؟ خلود انا نحب اني جاي الى السيد رئيس الجمهوريه الاستاذ قيس سعيد يرحم والديك في قيس رجعت لنا بصيص من الامل ان شاء الله يا ربي طبق لنا هالقانون هذا 38 احكي باسم مش كشخص احكي باسم كل المعطلين عن العمل عنا عام قهرنا تدمرنا افقرنا بيت مبلاش. هاي رساله من ايفام راديو ايفام ويرحم والديك يا خلود. شكرا لك سي عادل يعطيك صح اكيد صوتك باش يوصل واحنا في اول فرصه نعاودوا نطرقوا للقانون هذا. شكرا اللي كلمتونا. شكون معانا توا سي عبد الستار سي سا؟ اهلا مرحبا بك اهلا خلود الغاليه معك عبد الستار علي مدينه السرس الشمال الغربي ولايه الكاس. يا سي عبد الستار شنحوالك؟ مرحبا بك مرحبا بك يا خلود الغاليه مرحبا بك ربي يخليك عايشك يرحم والديك. وفي المواضيع المهمة في راديو اف ام خلينا نعبروا عن مشاعرنا ونوصلوا معناها اللي ما هو في صدورنا. انا حبيت نحيي السيد الرئيس يعطي الصحة. ديجا انا نسمع في اي اف ام اليوم كيفاش ديجا معناها واشو 90% اللي الشعب التونسي معاه. انا نبارك له ونحييه. نحب السيد الرئيس باش يحل لنا الملفات انت خبي تحت الطاولة خاصة انت القضاة معناها ثم برشا ملفات مغطين عليها انت الفساد. نحب هذه يحركها شوي. اثنين يحب يتلفت لنا للشمال الغربي شوية مثلا كنا مدينة السرسة عندنا الخيرات الكل عندنا الطماطم عندنا الفلفل عندنا القمح عندنا وعندنا وعندنا عندنا ولا نعمل اختي خلود ان شاء الله وقت يعين الوزراء جدد معناها يخمموا فينا يخمموا في مدينه السرس في معمل. ونحب رساله ومعناها اخرى السيد ولي الكيف عندنا بيسين يهبل في مدينه السرس زوج بيسينات كنا قبل الثوره من بعد الثوره تقريبا عام التو مسكرين معناها وقع تك تجاوزاتك شوي. نحب سيد الوالي
معناها مسكرين يا لطيف، وهما معناها حالتهم صالحه للاستعمال، علاش يسكروا فيهم؟ خلي الست تفرهد. بعد الثوره اختي الغاليه سرقوا الموتورات من التهاون من البلديه، لا حول ولا قوه الا بالله. الموتورات راهو تعرفي كانت 11 المعتمديه، صدقني 11 المعتمديه يجوا للسيرس قبل، معناها شوف هاك الميكروكار يجوا هما من التسعة من نصف نهار. باهي سي عبد الستار، توا ثلاثة نداءات. الأول هو أنه رئيس الجمهورية يجبد الملفات المخبية في القشورات، والثاني أنه يهتم بالثروة الفلاحية اللي في السرس ويصلحوا البيسينات. هذوما اليوم نكتفي بهم. لا سي عبد الستار، وفما برشا عباد أخرين يحبوا يتكلموا، كلمنا غدوة، كمل النقاط الأخرين. عندها سونتر في مدينة السرس، فيه 23 محل حاضرين، حاضر السونتر ما عنده توا عامين، هو مصلحه للبلديه باش تدخل فلوس. سؤالي الرئيس البلديه علاش ما تروحوا للمواطنين؟ واضح سي عبد الستار، واضح جدا. شكرا، يعيشك ربي فضلك، شكرا ليك. سي مراد مرحبا بيك. سي مراد معنا؟ الو الو، باه ناخذوا تليفون اخر ونتوندو نعاودوا نتصلوا بسي مراد. فاصل صغير ونرجعوا. شكرا على اتصالاتكم على 31 380 الف. بيوتا ميرسي بوكو. دقيقه مع خلود، وانتم تكلمونا على 31 380 الف. بيا شيخي في استقبال تليفوناتكم، ميرسي بوكو. بيا في المساعده على الاعداد ايضا. معنا مدام سعاد في التليفون، مرحبا. هلي مرحبا، شنو احوالك مدام؟ اهلا خلود، شحالك بنتي؟ لاباس الحمد لله، يعيشك. شنو احوالك انت؟ مرحبا بك انت والليكيب الكامل. ميرسي بوكو، يعيشك. الله يعطيكم الصحة، والله يعطيكم الصحة. والله يا بنتي نحب نستفسر على حالة، احنا المطلقات أنا مش نلاقيين حقنا صراحة. أنا من سيدي بوزي. من ولاد حفوظ، معتمدين ولاد حفوظ. صدقيني مطلقات ما تلقيش حق، ما ياخذوش حق. اش معناها ما تلقاش حقك مدام سعاد؟ ما عندناش حق في الضمان الاجتماعي، انا صعب على راسي الضمان الاجتماعي، لكن ما لقيتش باش نخلص، فهمتيني ولا بنتي؟ وفي حين الكرانيك البيض كلها ماخذتها ناس اخرى. ما فهمتش اخي، فما كارنيات خاصين بالمطلقات في تونس، ووضعيه في الضمان الاجتماعي خاصه بالمطلقات؟ لا انا صعب على روحي، لكن اي فلا ما فهمتش الربط اللي صار. لا قصدي معنى شؤون اجتماعيه، كي تمشي تقول لك انت صعب على روحك، ما نعطيكش كارني، فهمتني ولا؟ ما نعطيكش كارني ابي، خاطر انت صعب على روحك. فهمتك مدام سعاد. نحن ما قدرناش باش نخلصوا، معنى كنت واحد فريق عنده نعجه ولا نعجتين، تو خويتي بنيتي تشوفي ظروف وزيد الصحه على قدها، مرض مزمن الدم. لطف عليك مدام سعاد، لطف عليك. دونك هذيا بقطع النظر على انه متزوجه او مطلقه، فانها وضعيه اجتماعيه في علاقه بك انت كمواطنه في بلادك، تحب تتمتع بحقوقك، هذا اللي فهمته. دونك توت لي فاسون. اي اسمعيني بنتي، تو في الحين انا نحب من سيد وزير الشؤون الاجتماعيه يعمل مراجعه كامله. فكري في عهد بورقيبه الله يرحمه يبعث ساكن المرز الاجتماعيه وتمشي تدور في حد ذاتها توصل للموقع وتشوف الدار وتشوف حاله البشر وتراعي ظروف، او لا يعطوا فيها بالامتيازات. يجيني نتحداهم انا في معتمديه اولاد حفوظ، نتحداهم من يدها دخلوا البيت وسواء معاهم المعتمدين ولا المعتمد ولا العمد، نتحداهم اي واحد في الشؤون الاجتماعيه واعطاها كرني وتخلي البيت وشافها على عين المكان فيها ناقصه ومش ناقصه. حتى نتحداهم بالواحد بالواحد، انت راك في المعتمديه ولا في الولايه؟ صدقيني واحنا في الوضع اقسم بالله انا كل جيتي تحسد. لطف عليك، لطف عليك مدام سعاد. ان شاء الله في حاجه ناخذ بقاس مثلا، ناخذ غسيله وناخذ قاس ناخذها بالفاسيليتي نخلصوها على عامين، فهمتي ولا؟ ما حدش ما عندناش. واضح واضح مدام سعاد، شكرا لك. ان شاء الله ان شاء الله توضح الدنيا الكل وتتحل في وجهك، شكرا لك. معنا التليفون من صفاق. السي سالم هكا. الو عشان. مرحبا. ما نطولش عليك، كلمه واحده تفضل. ما عندناش قاضي يحل الجهاز السري نتاع النهضه ولا الشكري بالعيد، حرنا ما عندناش قضاء ما عندناش. والله باهي عجبتني الدخله من الاخر معناها. ايه متطوعاتنا قداش نستنوا وين ما عندوش قضاء وشرفاء؟ لا فما. ماشيين حاروا فيها ملف وملف حتى
عاون نتاع بلدي نجم يبدو ملف نهار ويحقق به معاه حقوق. دونك انت ترى انه الطبط جاي من القضاء؟ مش عارف شنو يسبب. واضح يا الجهاز السري واضح شكري من العيد وقضايا في الوضعية. انا ما نطولش عليك. بسلامة كهو. بسلامة سي سالم. والله العظيم سي سالم فريمون عنده فكرة واضحة قالها وعلق. شكرا لك سي سالم، بارك الله فيك، وتحية للناس اللي يسمعوا فينا في صفاقس الكل. مازالوا عندنا تليفونات، عندنا تليفون حاضر، نكملوا نواصلوا. ها ده ما عادش عندنا برشا وقت، دونك كاو يزي يزي اليوم. شكرا بجا في الإخراج، ميرسي توت ليكيب، يعطيكم الصحة. أحلام العبدلي في الإعداد، توت ليكيب اف ام تي في، إيمان ميرسي بوكو، جماعة الكل، محمد مرزوقي، بيوتا في المساعدة على الأعداد. ميرسي، غدوة ملتقانا نص نهار في 90 دقيقة. باي باي.